طيب خلينا بقى نروح لدراسة بحثية مهمة جدا. بيقولوا ايه في الدراسة دي؟ بيقولوا ان بعض الناس بتتولد وهم عندهم موهبة اسمها موهبة السعادة. البعض التاني ممكن يعمل شوية تغييرات كده في حياته عشان يكون اكتر سعادة، لكن في موهبة. بيقولوا في أبحاث تانية بقى انتشرت في صحيفة The Independent أكدت إن السعادة والشخص المضحك وارث سعادته دي عن طريق جينات الأب أو الأم، وده اللي قالته الصحيفة، إن ممكن السعادة تكون وراثة بنسبة تتراوح من 30 لـ40%. دي نسبة عالية جدا بالمناسبة. إيه الحكاية بالظبط؟ هل بالفعل السعادة وراثة ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من ضيفنا دكتور عزة السبكي، أستاذ الوراثة الطبية بجامعة عين شمس. صباح الخير لحضرتك يا دكتور. صباح النور يا فندم. صباح النور، أهلا بيك. هل دي حقيقة؟ صباح السعادة. صباح السعادة يا فندم. هل دي حقيقة فعلا إن السعادة وراثة؟ آه والله طبعا. ده أنت وارث بقى دكتور. كده أنت وارث. كده أنت وارث. أنا وارث سعادة، ده كل الناس عارفة كده ما شاء الله. هو الواحد طبعا لما نفكر كده نلاقي إن إحنا كلنا عندنا 30,000 عامل وراثي، 30,000 جين يعني. فكل حاجة فينا داخل فيها الوراثة الحقيقة. فلو في حاجات وراثية، يعني الواحد لو عنده جين واحد يطلع عنده الصفة، ولو ما عندوش ما تجيش عنده الصفة. إنما مثلا الذكاء ده درجات متفاوتة، لأنه مش بيتحكم فيها جين واحد، بيتحكم فيها جينات كثيرة جدا. فبتعتمد بقى الواحد عنده كام جين خده من أبوه، كام جين أخده من والدته، والخليط مع بعض كده يحطوه في درجة معينة من الذكاء. إنما يظل الإنسان السعي بتاعه والقراءة والتعلم ممكن ترفع درجة الذكاء. فنفس الوضع ينطبق على السعادة. السعادة دي فيها استعداد وراثي، جينات كثيرة. أنا واخد نص جينات السعادة من والدي ونص جينات السعادة من والدتي. فممكن ما بين الجمع ده بين الاثنين يؤدي الى تكوين خليط من جينات السعاده. طب انت حظك حلو بقى يا دكتور. طيب بشكل عام الدراسه هل تطرقت لانه بيورث من الاب اكتر من الام، او من الام اكتر من الاب؟ لا والله، هو بالتساوي. يعني ما هو عشان ما نبقاش متحيزين لا للرجال ولا نبقى متحيزين يا دكتور، ايه المشكله؟ هلا ايا كان، يعني اللي يقدر يورث سعاده يعني اكتر، يعني مفيش مشكله، مش هتفرق. ايوه يعني هنخلي بقى الجنين من بدري او الطفل من بدري يقول بقى ما بابا اداني جينات كآبه وماما ادتني جينات فرفشه وسعاده، ويبتدي يبقى فيه انحياز. لكن هو الحقيقه الخليط، هم ليه ما قالوش في الدراسه الحقيقه اللي اتعملت في أكبر جامعة، ما يقدروش يقولوا 100%، لكن هي تتراوح بين 30 و50% استعداد وراثي. لكن الحقيقة التفاعل مع الظروف والتكوين البيئي حوالين الإنسان، اللي الإنسان بقى ممكن يتحكم فيها. أنا مش هقدر أغير جيناتي، لكن أقدر أغير الأجواء اللي حواليا، وبالتالي اقدر قوي ادخل نفسي في السعاده اكتر، او ادخل نفسي ناحيه عدم السعاده الناحيه الثانيه. بس يمكن حسب الدراسه دي يا دكتور انه ممكن يبقى حد فعلا عنده استعداد، ان كان للتفاؤل اكتر او نقول التشاؤم او الاكتئاب اكتر، يعني يبقى كده في استعداد جيني للحاله النفسيه. طبعا حضرتك معاكي حق، انه الواحد برضه جيناته هتخليه يروح ناحيه السعاده اكثر ومن الاكتئاب. انما انا برضه مش عايز اقفل السكه على الناس اللي هي تركن الى طب ما انا تركيبتي الوراثيه مش سعاده، بقى ما تضغطيش عليا عشان ابقى سعيد. لا، تقدر تغير، تقدر تلعب شويه رياضه، تقدر تتمشى في مكان في زرع او ورد، تقدر تشارك في عمل جميل تساعد حد تاني انه يبقى سعيد.
فهي هتبقى الحقيقه في. طب هل الموضوع يا فندم بيبدا والجنين في بطن امه، ولا ممكن لما يكبر شويه ويبتدي يشوف الحياه ويتعامل مع باباه ومامته فيبتدي يكتسب هذه الصفات الوراثيه منهم؟ الـ 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 الوراثه بناخدها من اول ما عفوا الحيوان المنوي يلقح البويضه. فعشان كده بنقول 50% من هنا و 50% من هنا. فده الجيل دي الجينات مش هقدر اغيرها، لكن اقدر اغير البيئه اللي انا موجود فيها. ما هو البيئه صحيح. ممكن تحطني في 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 في, في جو كاي كئيب. صحيح، قعدوني مع ناس فرافيش وشوفوني بقى. يعني دكتور حيس كده بقى اخيرا سؤال اخير، معذرنا للاسف لانه كنا محتاجين نتكلم مع حضرتك اكتر بس للاسف الوقت. يعني هل معنى كده تحليل الجينوم ممكن يوصلنا في يوم من الايام نعرف اذا كان الطفل اللي جاي ده ظريف ولا كئيب ولا هيبقى موده عامل ازاي؟ هو 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 زي ما اتفقنا، طالما هو مش جين واحد فمتهيألي هتبقى الدنيا لسه عليها كتير قوي. يعني حضرتك عارفة أنا من عضو اللجنة العلمية لدراسة الجينوم المصري. فدراسة الجينوم حاليا مش هتقدر تقول أنا هبقى سعيد أو هبقى كئيب لسه قدام شوية، لكن هتقول أنا عندي استعداد للناحية دي أو الناحية دي، وبالتالي هيقولوا لي والله زي اللي عنده استعداد إنه السكر بتاعه يرتفع. فنقول له خد بالك، العب رياضه، وزنك ما يزيدش، ما تاكلش نشويات وحط سكريات كتير. نقدر نظبط بالعوامل البيئيه الاخرى اللي احنا نقدر نتحكم فيها. يعني على اي حال دراسه الحقيقه يعني فرفشوا عشان خاطر عيالكم، قولي لهم كده في الاخر. دراسه مهمه. دراسة مهمة الحقيقة. بشكر حضرتك دكتور عزت السبكي أستاذ الوراثة الطبية بجامعة عين شمس. يا جماعة حسب الدراسة دي انتوا مسؤولين عن تكوين صحيح. شخصية أولادكم، وهيبقوا شخصيات سعيدة ولا شخصيات كئيبة، أو بمعنى تاني شخصيات لطيفة صح لطيفة أو دمها تقيل، يعني حسب.